اهلا ومرحبا بكم مجددا في اوتو برايم، معكم عبد الهادي شقفة، واليوم سنكون معكم مع واحدة من افخم وافضل سيارات موجودة في قطاع غزة، وهي البي ام دبليو الفئة السابعة 730 الاي. تابعونا. ولكن قبل ان نبدا نذكركم بدعمنا عبر الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب. تتميز هذه السيارة بمفتاح ذكي وبمستشعرات تعمل باللمس. فوق يد الباب للإغلاق، ولفتحها هناك مستشعر خلف يد الباب، ولكن يجب أن يكون المفتاح بالقرب. مقعد السائق كهربائي، يتم ضبطه بست اتجاهات مختلفة، ومزود بذاكرة لتخزين وضعيتين مختلفتين للمقعد من خلال هذه الأزرار. للتشغيل، يجب أن يكون المفتاح داخل المقصورة، اضغط الفرامل ومفتاح التشغيل للانطلاق، مقود كهربائي تكيفي حسب وضعية القيادة. علبة تروس آلية ستريبترونيك بثماني سرعات، اسحب للخلف للقيادة، نصف دفعة لوضع المحايد، وللأمام بشكل كامل للريفيرس. تظهر كاميرات بنظام 3D على الشاشة، يمكن التحكم بها بتقنية الإيماء واختيار زاوية الكاميرا لرؤية محيط السيارة بشكل كامل. اضغط B للاصطفاف. والآن لنشغل الأضواء والكشافات والغمازات، ولنلقي نظرة على السيارة من الخارج. السيارة مزودة بميكانيكية شفط الأبواب في حال عدم إغلاقها بشكل جيد. تعتبر الفئة السابعة الفئة الرئيسة لسيارات BMW، وتستهدف سوق رجال وسيدات الأعمال، كونها تتمتع بمزايا رفاهية عالية وتكنولوجيا رائدة تضعها في المقدمة، وبمنافسة مرسيدس إس كلاس وأودي A8 بشكل خاص. تحتوي على مصابيح LED تكيفية بحيث تتحرك لتضيء للسائق مع كل إعادة توجيه للمقود، وتقوم باستشعارات السيارات القادمة بالاتجاه المعاكس لكي لا تؤذي السائق، وتقوم بتخفيت وهج الإضاءة بشكل آلي. تتميز كذلك بفتحات تهوية ديناميكية تغلق وتفتح حسب حاجة المحرك للهواء. حازت السيارة على لقب سيارة الرفاهية الأولى لعام 2016. يبلغ طولها 5 أمتار و340 سنتيمترا، وعرضها 1.90 متر، ويبلغ وزنها 2400 كيلوغرام. يتسع خزان الوقود ل78 لترا من البنزين،
المرايا الجانبية كهربائية مزودة بكاميرات لنظام 3D وتدفئة لإزالة الضباب. صندوق السيارة كهربائي. نظام العادم رياضي تكيفي محاط بالكروم. والآن لنتفقد المحرك. لفتح غطاء المحرك اسحب اليد مرتين، مرة لفتح الغطاء والأخرى لإزالة اللاقط. المحرك ذو 4 اسطوانات مزود بتيربو مزدوج وبسعة 2000 cc، يولد 258 حصانا و400 نيوتن في المتر من العزم، يتسارع إلى 100 بغضون 6.3 ثواني فقط، والسرعة القصوى تصل إلى 250 كيلومترا في الساعة. وبحسب تجارب الأداء تقطع السيارة مسافة 15 كيلومترا بلتر واحد من الوقود فقط. والآن لنتفقد المزايا الداخلية. تتميز BMW بنظام اي درايف الاول في العالم من حيث الاستخدام. يتم التحكم به اما باللمس او باستخدام هذه العجلة ومفاتيح الاختصار حولها. هنا شاشة المالتي ميديا والتي تظهر مصدر الادخال الصوتي من الراديو، الهاتف او غيرها. ومن الممكن فصل الشاشة لجزئين لتعدد المهام المعروضة. هنا ضبط الراديو اليدوي. من الممكن التحكم بالشاشات في المقصورة الخلفية من هنا لعرض مختلف الوسائط مثل الراديو وأفلام DVD وغيرها. يمكن التحكم بارتفاع الصوت من خلال الإيماءات. يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. يقاتل هذا. هنا شاشة الاتصال وتظهر أسماء الهاتف وسجل المكالمات وإدارة الهواتف والرسائل والمذكرة. شاشة الملاحة تحتاج للتحميل على المركبة. شاشة الاتصال المباشر بالشركة. شاشة السيارة. ضبط الإضاءة الداخلية وتغيير ألوان المقصورة وسقف البانوراما وشدة السطوع.
ضبط الإضاءة الخارجية. الأبواب والمفتاح ومختلف الخيارات مثل إغلاق المرايا الجانبية بشكل آلي عند إقفال المركبة. تنبيه السرعة، تنبيه يقظة السائق، الاصطفاف. ضبط التكييف. ضبط إعدادات آي درايف مثل أجهزة المحمول، السماعات، الريموت، اللغة، الشاشات، الخلفية، وتخصيص الإيماءات بحيث يمكنك تخصيص هذا الإيماء لكتم الصوت مثلاً، والكثير من الخيارات الأخرى. إدخال النصوص باللمس. وتخصيص عرض البروجيكتور على زجاج السائق ليبقي نظره على الطريق مباشرة. ضبط شكل العدادات. ضبط التاريخ والوقت، الوحدات، الصوت، الإشعارات، النوافذ المنبثقة، شاشة البداية، وبيانات الخصوصية. ضبط ملف السائق. حالة المركبة، وتظهر الأخطاء الموجودة حالياً مثل انخفاض ضغط هواء العجلات، ضغط زيت المحرك، تفقد المتحكمات واحتياجات الصيانة. شاشة الديناميكية الفعالة لBMW، وتظهر سجلات استخدام نمط القيادة الرياضي والمريح التكيفي والاقتصادي الاحترافي. شاشة الإشعارات المهمة مثل التوقف بحذر وفتح الأبواب وتفقد المحرك. في الجهة اليمنى من المقود التحكم بالمالتي ميديا، زر الإدخال الصوتي، تغيير الإدخال، الرد على الهاتف، والأوامر الصوتية. Help. Here are a few commands for my vehicle that I understand. Should I read them out? Yes, please. To inquire about the engine oil level, says my engine oil level still okay. Is my engine oil level still okay? Engine oil level. Please continue using manual control. iDrive settings. iDrive settings. Cancel. Cancel. على الجهة اليسرى مثبت ومحدد السرعة. هذا زر عدادات رحلات السائق واستهلاك الوقود والمسافة المتبقية. هنا التحكم بالإضاءة الخارجية. تكييف آلي بأربع مناطق منفصلة يتم ضبط حرارة وسرعة المروحة واتجاه التكييف بكل منطقة على حدة. تدفئة المقعد بثلاث مراحل. تشغيل نظام المعطر مع التكييف لإنعاش الركاب بنوعين من العطور المختلفة. وميض الشاشات من التصوير وليس من المركبة.
مختلف مناطق التكييف. درجة الحرارة وإيقاف التشغيل. زر نظام التعليق الهوائي. أنماط القيادة التكيفية المختلفة والتي يمكن تخصيصها لتغيير سرعة استجابة المقود وعلبة التروس والمحرك ودواسة الوقود في كل نمط على حدة. يختلف شكل العدادات حسب نمط القيادة. كابح يدوي إلكتروني بخاصية الثبات الآلي. منطقة تخزين ومدخل USB ومخرج 12 فولت. هنا مدخل USB آخر وحاملي أكواب. في الأعلى إضاءة المقصورة بمختلف الأماكن. سقف بانوراما كهربائي. هذا النوع من المركبات يوفر رفاهية عالية، وهي سيارات تحتاج سائقاً خاصاً للمالك، وسنذكر لكم بعض تفاصيلها، وربما نحتاج فيديوهات أخرى لنفصلها بشكل كامل. المقصورة الخلفية مزودة بجميع الأنظمة اللازمة لضمان أعلى مستوى من الرفاهية، ويمكن توجيه السائق للوجهة القادمة من خلال GPS. من خلال هذا الجهاز اللوحي ستتمكن من التحكم بالشاشات الخلفية. فتح جميع الستائر أو إغلاقها أو التحكم بكل واحدة بشكل منفصل. تشغيل التكييف واختيار نوع العطر. التحكم بشاشات المالتي ميديا المختلفة. عرض معلومات القيادة وكافة خصائص السيارة. الإعدادات. عند وضع الجهاز في مكانه يتم تثبيته بشكل آلي. وبهذا
نكون قد عرضنا لكم جزءا من تفاصيل هذه السيارة العملاقة. اضغط على الإعجاب وشاركه مع أصدقائك، وشكرا لمتابعتكم الطيبة. كان معكم إسلام المدهون.